لو الحكاية فيها إن فيتو. ممكن حضرتك تكلمنا عن إيجار الشقق السكنية في شارع النزهة بمصر الجديدة عام كام؟ إيجار الشقق السكنية بالنسبة لشارع النزهة لو مشقة مساحة 200 متر 3 متر ريسبشن ومطبخ مش هتطلع صور بس يعني ممكن تبدأ مثلا من بداية من 7 لو إداري تأكد في شغل تأكد إداري دي كده ممكن تعملها مثلا 10-12 دي أقل حاجة 7000 أقل إيجار لا ممكن في مساحات صغيرة يعني ممكن مثلا لو مساحة مثلا 100 متر ممكن تبصر مثلا الشقة مثلا في عمارات رابعة الاستثماري أول شارع النزهة ممكن تبصرها 100 متر ممكن تعملها إيجار 5000 يعني أقل حاجة في أقل حاجة بالنسبة للإيجارات في شارع النزهة 5000 طب هو اعلى حاجه 8 بمساحه 200 متر اعلى حاجه لا اعلى حاجه لو سكن اعلى حاجه لا ما فيش اعلى حاجه اصلا اعلى حاجه دي اللي ممكن تكون في شقه مثلا فيها مطبخ فيها مكيفات فده بيبقى اوبشن بالنسبه للشقه فده بيرفع من قيمه الايجار بتاعتها ممكن توصل 10-12 كسكن تمام كإداري اداري بالنسبه بقى حضرتك هي طبعا لو هنقول اداري طبعا ما تبقاش وقت تركيز اداري بس طبعا عشان كأول الأطفياء من الشقة بيتحول العدد بتاعها إداري فدي ممكن توصل لإيجارها مثلا 10000 15 بالنسبة للشقة. طب بالنسبة لإيجار الفلل السكنية عاملة كام؟ بالنسبة للفلل السكنية هو متاح الفلل في شارع النزهة تقريبا يعني 4 قطع يتراوح لو مساحة الأرض كانت 600 متر كمثال في شارع النزهة مباني على 350 أرضي وأول وثاني وثالث وبارك يعني في دائرة من 55 إيجار شهري إيجار شهري تصل لكام؟ لو تتاخد الفيلا كشركة ممكن توصل في حدود 70-80 ألف بنفس المساحات ولا مساحات نفس المساحه حضرتك 600 متر 600 متر لان تقريبا الغالب بالنسبه لشارع النزهه الغالب في شارع النزهه طبعا احنا لو دخلنا مسكنا شارع النزهه بدايه من شمال مصر عندنا على شمالنا عمارات رابعه الاستثماري بتاعت الجيش وعلى يمنا عمارات شركه السعوديه معايا حضرتك طبعا عشان كده بقول لحضرتك الافيلبل او المتاح بالنسبه للفيلل في المنطقه ديت قليل لان تقريبا شركات واخده الشارع يمين وشمال الا ممكن بعد تقاطع الثوره ممكن نلاقي الفيلا حضرتك اللي هي دخلنا في حيز ارض الجولف تمام فدي حضرتك ممكن نلاقي فيها ميز الفيلا ممكن يعني تقريبا 4 قطع او 5 قطع تقريبا.